حياكم الله، لفتني مكان جميل في جدة. هذا حي سكني، طبعا فلل ملاصقة بعض، ولكن اللي عجبني فيه أن هذا المشروع اللي صاير العقاري جنبه منتزه جميل للأطفال، وفي ملعب كذلك. شوفوا، مكان جميل، متنزه، جميل حق العوائل اللي ساكنين هنا. لو يكون كل مشروع عقاري في نفس هذه الحديقة الجميلة والبسيطة، راح يستانسون الأطفال، يطلعون يلعبون هني بدل لا يكونوا يلعبوا في الشوارع. وانتوا عارفين الحواير وعن الحوادث لا قدر الله وما شابه. حتى شوفوا مجموعة الأشجار، دور داير، وطبعا مفتوح المكان للجميع، ان يقدروا حتى اللي ساكنين هناك أصحاب العقارات حقهم. أعتقد صاحب هذا المشروع هو اللي سوى هذا المنتزه وخدم المنطقة كلها في جدة. يا سبحان الله، بعض العقارات محتاجة تكتيك، أفكار جميلة مثل هذا المنتزه الجميل، مكان يفتح النفس حق الأطفال، يكون كل واحد يعرف أولاده طلعوا من البيت الصغار وين يكونوا هنا موجودين مع جيرانهم ويلعبوا على راحتهم. فلو كل عقار يكون فيه هذا النظام كان بتكون الأمور تمام. أطفالات العيد الوطني، يلا خليفة انت ملك. ايوه عارف انا ملك. هو ملك انت ملك. الله انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدها. مجدي والعلي، الله عليك.